حارس الاهلي الكابتن مصطفى شوبير رضي عننا وسجل هذا الحوار مع او هذا اللقاء مع احمد المسيري. اتفضل. كابتن شوبير، يلا برحب بيك كابتن شوبير وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. معي الان واحد من نجوم النادي الاهلي، مصطفى شوبير، نجم البطوله مش نجم اللقاء النهارده. لا ولا نجم البطوله ولا حاجه، الحمد لله احنا سبب من الاسباب، الفرقة كلها تعبت وربنا كرمنا الحمد لله بالبطولة. ببارك للفرقة ومجلس الإدارة والجمهور قبل كل حاجة. كل المباراة شفتها ازاي النهاردة والتتويج ال 12 في تاريخ النادي الأهلي؟ لا ماتش صعب طبعا أمام خصم صعب، الترجي فريق كبير وشفنا كمان جمهوره النهاردة جاي بشكل كبير. لا ماتش كان صعب بس الحمد لله التوفيق كان معانا وربنا كرمنا الحمد لله. البطولة دي اختلفت إيه عن البطولة العام الماضي؟ مش عارف صراحة، بس حاسس إن أنت كل البطولة بتحارب عليها بنفس الطريقة، فبالنسبة لنا مش فارقة، إحنا بنحارب وبنحاول وربنا بيكرمنا الحمد لله. اصعب اللحظات النهارده اللي مرت على مصطفى شوبير؟ الشوط الثاني ممكن ضغطنا شويه بس الحمد لله. يعني قول لي الهدف المبكر ريح اللعيبه شويه، وكولر قال لكم ايه ما بين الشوطين؟ لا مستر كولر قال ما بين الشوطين ان الماتش لسه ما خلصش، وياما ماتشات كتير قوي كنت كسبان وبتخسر او بتتعادل، ونفس النظام العكس ساعات بتجيب جول بيجي فيك جول بدري وبتعرف تكسب. احنا عملنا كده في الوداد السنه اللي فاتت وكلمنا مع بعض كلعيبه، اللي احنا عملناه في ماتش الوداد السنه اللي فاتت مش عايزينه يتكرر فينا في الماتش ده. ده اللي احنا قلناه ما بين الشوطين. بخلاف الانجاز اللي النادي الاهلي حققه النهارده، مصطفى شوبير حقق انجاز شخصي بالحفاظ على شباك ونظيفه كاول حارس للنادي الاهلي حافظ على الشباك نظيفه في نسخه واحده. الحمد لله تعب الفريق كله، الرقم ده مش رقم فردي، رقم جماعي، من غير الفرقه الواحد ما كانش يقدر يحقق اي حاجه الحمد لله. العلاقه بقى بين الحراس الاربعه او الثلاثه، شفنا الشناوي وشفنا العلاقه الطيبه اللي بتجمعكم النهارده حتى قبل المباراه. والله يعني هو ما فيش اي مشاكل ولا في اي حاجه خالص، هي الناس بتصنع المشاكل وبتجتهد وده طبيعي موجود في كل حته في العالم، بس في الاول وفي الاخر بس هو يبقى فيه احترام، واحنا الاحترام بيننا اصلا موجود، فانتوا ليه مصممين تخلقوا جو عدم احترام ما بيننا؟ احنا بنحترم بعض جدا، ومش انا اللي هتكلم على كابتن محمد الشناوي حارس مصر طبعا، سواء بقى كابتن الشناوي، حمزه، زنفولي، مخلوف، كلنا بنكمل بعض. ده انعكس على اداء مصطفى في البطوله، العلاقه الطيبه بين الحراس. لا انا من غير تعبهم معايا ومن غير الشغل في التمرين ومن غير الجديه في التمرين مش هيوصلك للليفل ده. انت بتتعب بتشوف ناس بتتعب وبتجتهد بتبقى انت عايز كمان تجتهد، وفي الاول وفي الاخر النيه صافيه بيننا، عشان كده ربنا بيوفق الحمد لله. قبل ما اختم معاك، كان ليك لفته اكتر من رائعه عندما توجهت لحافله نادي الترجي وغيرت التيشيرت مع مميش حارس مرمى نادي الترجي. احنا متفقين من الماتش الاولاني وتاني، انا قلتها في كذا حته وبقولها تاني، انا ببارك له على مستواه وبقول له هارد لك، هو عمل بطوله كبيره وانا حاسس بيه، احنا تقريبا شبه الظروف بعض، هو كمان اصغر سنا فبتمنى له التوفيق ان شاء الله. قلت له ايه بقى بعد المباراه؟ عادي كان حديث خاص، يعني هو كمان شخص محترم جدا وجول كبير جدا بصراحه ومستقبل الكره التونسيه والافريقيه بصراحه. اخيرا البطوله دي هتهديها لمين؟ كل الناس اللي وقفت، جمهور النادي الاهلي طبعا، وكل الناس اللي وقفت جنبي، في ناس كتير قوي في الخفاء ووقفت جنبي، وفي حد انا ممكن اقول عليه بالاسم، انا ابو احمد، هو كان حارس احمد الله يرحمه، احمد عوض الشاعر، كان حارس موجود عندنا في النادي وراح زد وتوفى، ووالده بصراحة على تواصل يومي معايا، وأنا بحب برضو أشكره وأقول له يعني بشكره على وقفته معايا، وطبعا والدي ووالدتي وكل الناس، بس أنا يعني هخص أبو أحمد بال الاستاد كان مليان النهاردة لكن كان قد اللي موجودين النهاردة بره مرتين، حابب تقول لهم إيه؟ أنا يعني نفسنا والله العظيم إن الاستاد يكفي كل دول، بنشكر الناس كلها اللي جت والناس موجودة من بدري، الحمد لله ربنا كريم وربنا كرمنا بالبطوله عشان الناس دي ما تروحش زعلانه والحمد لله. احييك اوف على ادائك وبالتوفيق خلال المرحله اللي جايه. يخليك، شكرا شكرا، ربنا يخليك. اعزائي مشاهدي قناه اون تايم سبورتس، ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي حارس المرمى مصطفى شوبير، والان عوده للاستديو. نعفي عنه نديله المكافاه ولا رايك ايه؟ اديله مكافأة. ماشي يعني خلاص. انت من زمان وانت بتعمل مكافآت. هتيجي على مصطفى.